الحمد لله رب العالمين، حكم بانقضاء الأعمار وفناء هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. المانما ربي سدادا أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لبوتي يافسدا ربي دامي إيقسي إسني فين داما. المانما ربي سدادا وانظروا في أعمالكم ما دلقمتين يتنهى قل الله لو أمة الإسلام وان علمنا ما دلقا جرو متاخي الراخي سن الراجة جورا ما حالال دلقا مال دلقا جرا تجنة ننيت موت إبدا ننيت دلق جرا ما حالال الله لو يجور وتأهبوا خرفا لرحيلكم وانتقالكم أكان قباوا في أجور أفتين نمني قيادان خرمنا آخرا ديما جرى ديرا دلا تكا قدان تكان تكين يافخاني نفن لو كبستان يفكان هندون فيان فياسات يفكان هنف خنافو نمني هندنو خرى قدان سار جرى أمة الإسلام وانتقالكم فإن أمامكم المخاطر والأهوال وان همتو فقدتو اكان نمرفتشيفتو فلدرخين يجر امة الاسلام والجزاء على ما قدمتم من الاعمال قلتخي قلفمون قلتخي اركتشون وان اتي دلقت دبر فترت قلت قلفمت وكما تدين تدان وان فجافت مرت يجور جلو دنيا رت وان دلقت فجافت فإنكم ليل لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى أمة الإسلام بلا جت تطافن أمم أكرمت دون بيتان أكبر لدت أفوفنتين بلا جت تطافن أمم وان أمم نفجر أمة الإسلام بل تحثى عليكم أعمالكم كما قال الله تبارك وتعالى دلغان تين يهندنو نرت ختم ما جرتي وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر شفتي آتي دليد تأتي دبت بري فما جرتي يجور ختاب الرت أمامكم الموت وسكراتي فلدر خين يدو آجر سكرات دو آجر ما خرمنا أخي ما خنا قبوا على أمة الإسلام إلمنا ما أكتروهن كيسابات والقبر وظلمتي دكنا قبري في دكنا قبري جرى أمة الإسلام دوبنا من خن هندي أجد أكملت إلمنا ما ظلم إلمنا ما خقبينيا قبو قبينيا النممي ما لك أن نمبت بوليسي ما لك التخن يو تجارتات أبين ينما سامو داف ونمان أتي هنغون هنجرت دعا إرام فتجر تججو خبولي سي سمين نمني هندي ميد مرت ظلمي رت المنا ما هلكني قويا ببا آجر ججو فلدر خيوان سيئجتو هلال تهيار دو ججو ما لكم عركتو ما لك عركنان خفنا قبريني باسابر المنا ما زكاية وجه أولا ميوجان قبري بوئي خفنا قبري سنكي ساب خفنا سئر باسي زكي سنكي سافر اتابر المنا ما اما وان فلدور جروحنا هلال قبري هلال وظلمته دكنا قبري هلال ناكري منكر اتخي سواني سمدوتاو هلال والحساب وشدتي حسابا في چنكي حسابا هلال وسؤال الملك قافي ملايكي جسني هلال خباته تهوسن هلال
فما هو استعدادكم لهذا المخاطر ميك اوب انتيسن انكيركو اكرت تشخيس جرت سنيف مال تهك اوباون كيس مال جرت امة الاسلام. لقد ذكر الله العباد بالموت ليستعدوا له قبل نزوله. ربين المنا ما يادتشي ساجرة قبرو تنسى ديرا للاتكا قداني يادتشي سربين عالما أكغو يا سنيف قبويتن أصون أتشبول لسنين بول اندرت أران كان قبا واجئت هلكن يقول يا سنيهما أمة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمانا وصفمتن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كبين خيسن إسنين شاغلين كبين خيسن ذكر ربي صلاة الرائسين دورتن إسنين شاغلين ولا أولادكم عن ذكر الله جولن تيسن إسنين شاغلين كبين يون ربي سيخنن نمان زلم وفيمت نمان ميد وفيمت ربي وان سبرا خايف إجر لينظر كيف تعملون وان إسن دليدن اللالو دافتا كبينيان كبجتة أنقون كبجتة نمان ميد ورامت. يا أمة الإسلام ربي فيسن صدادا ربي خرسا ديبتن صدادا. ومن يفعل ذلك نمك أبين ساك هورينسا إذا شاغلت عن ذكر الله أولئك هم فأولئك هم الخاسرون والرهون قوي الراهتا جتك أمه مماجر خانا قافة دوتك أبري سنتي أركوف تيسه جيدان جتشورا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل واني نسني خنك أبينيان نسني خن الراخن الدا أصون أي يأتي أحدكم الموت تكون كيسن الدوتين بفن اندرت فيقول نجا لم تجدوا تتنفت لولا أخرتني رب لولا أخرتني ربي خي أصابو دنا أنسته إلى أجل قريب حنك قاطرو بكم توتك سلاك أبنا قبده فأصدق صدق الليتين وأكم من الصالحين أكور غاري دلقيسن غاري دلق الداجة جتشو. ولن يؤخر الله نفسا ربي لبو بودن انسو اما اصون سخي سجرت اصون قبيني خي نمت مرتعي سنة اما انت نخلنا قبرت ربي قبرت ربي ربي بودن انسو لبو تكلي اذا جاء اجلها اعترون دعاه قائد تنفت والله خبير بما تعملون ربي وان كيسا دوباتيس نبيخ وان اتيادوس قنا نبيخ خنافو ربي صدادا أمة الإسلام كبينيا والميدنا أنقولا والتنفيد منا ربي صدادا ربي خرسا دي بتنسن صدادا. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت تكوسا ندوتي وقارفت قال ربي رجعون يا ربي ندي بسلال لأعمل صالحا فيما تركت واني لكس سنين تلتا نين صلاة نين صدقتا ربي ندي بس لعلي أكان أعمل صالحة قاريدة لقدوف فيما تركت واني لكسة كلا لك إنها كلمة هو قائلها خني جتنم تججو ومن ورائهم برزغ إلى يوم يبعثون فولدرهنا برزغي جرا إلهان قاقوا يا خاف من سات ديبؤون هنجرت أما أصانكم ستن أفنين درت أما أبين يخي خرابك رب سيفلت قبوه النتن باسن نما الزلمو في جتما لغخهم باسن والله إراغا فتموتيس ربي على ما درت. إن الموت لا تمنعه لا تمنع منه حصون دعا والنجامت جوغل لسر عدي بسهنجر قبرك ربي ولا تدفعه جنود ورا لسر عدي بسهنجر ولا يقبل فدية الدنيا تنقوت لبوت بتوداف يوخ خن تتات نمسر لا تقبل هنجر ولا يتأخر عن موعده بعلم قياسيك أبا من رابودة آنون هنجر يأخذ الغني والفقير والكبير دوت دريس نفوت دريس قاف فوت ما مديس ننكت والفقير مسكين فوت والكبير نما قد فوت الصغيرة كان فوت والشريف نمت آل سقب نفوت يا برزدان ديته يا تقلع منستير تهي والحقير
يأخذ المؤمن والكافر، مؤمنا في كافر نفوت، والتقي والفجار نما ربي صداته في فاجر خرى ربي رابه نفوت، يأخذ الملك موتنس نفوت أبا فرقورت، ويسوي بينهم في القبور بعد عال القصور، نمهم داه والكتايس تدوتي ايغا فوق إلي قرقدو لاتي ايغا فوق إلي قرقدو أتجارتي يا فنفن الجاري يا أدام الجاري يا مقالة دردة الجاري أستو جاري ايغا قاق اللالي أجائبا أتجارت خنو صفو تيسين كت نمهم داه والكتايس تدوتي. قال تعالى إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا دابين شفت غيسا خطجاري خمسكين خزلم خميلة خراخية ديبو تيسا قلت إسني فنقل شوطة ربنا على ما جاء إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا وانسان دلقا أديسوا في انت إن الله عليم بذات الصدور وانقم خيسه انداه رب النبيق. قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق خر ربي عالمات موتي عقاد ديبن وضل عنهم ما كانوا يفترون كجبن إبرا بافتني في شبوا في شركين هندنوا نبدها قياسا. وبعد الموت موجهة القبر وأهواله إيقدوتي أكرت أفتا خر قبر الديبت شنكي قبر الجر فهو أول منازل من منازل الآخرة در منات من آخرة را قبر قيامة من مات قيامة ترابت نمت چان دونان قيامة سات ترابت أول منازل من منازل الآخرة من در من آخرة را قبر إما وهو إما روضة تكي جفة من رياض الجنة شفة جنة الراتات أو حفرة من حفر النار تكابول إبد جهنم الراتات يسع للمؤمن مد البصر مؤمن أف رب نبلس حنك إجلال تك أسئلة غارة قندو أسئلة غارة ملتايو فتسرى بلس مؤمن أف ويضيق على الكافر كافرة ربي نركز حتى تختلف أضلاعه إنها مقاتنا هنقبوتي قبرين اتركبتي ولتج أبسطي جتشور ويتحسر نشينا. وقد ثبت عذاب القبر عذاب قبري ثبت أجر المتواتر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والفعل ديم رسول ربي الرعدون. ففي الصحيح مسلم والسنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي إذا فرغ أحدكم من تشهد الأخير تشهد بودار رغوت فليقل أعوذ بالله من أربع وأفرر رب مقنفة رسول علامات خجو من عذاب جهنم عذاب بالدار مقنفة ومن عذاب القبر عذاب قبر رب مقنفة ومن فتنة المسيح محيا والممات فتنة دعاء فتنة جرونة سنر رب مقنفنا ومن فتنة المسيح الدجال فتنة مسيح الدجال رب مقنفنا تشود آخرة بودا خيزت والعذاب القبر أسباب عذاب القبرين سبب أجل والتسكتات كما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين رسول ربي قبري لمر دبر فقال إنهما لا يعذبان هما يعذبان في كبير نكت عتبا والنساء كت عتمنف وان قدومي أما أحدهما تقمو فكان يمشي بالنميمة نما ولدنا جدونا ما بليس وأما الآخر تقمو فكان لا يستمر من بولي لا يستمر من بولي بفنجان في الراهن هاكو فنجان فنجان تبشان التنك في الراهن كل كل ليس وأن النسان كتاعت أمانيف وأقود دومي تقو نما ولدنا تقو فنجان في الراهنين
هو عذاب القبر يكون للكافر عذاب القبر كافر أفنتا والمؤمن مؤمن التسنتا. فأما الكافر أما كافر يعذب نقطاتما لكفر كفر ما ساتف قطاتما والمؤمن مؤمن تجمع يعذب لمعصيته لمعصية دليل أفق آدم. عباد الله وبعد القبر ما هو أشد منه وأبقى ما لأزام لقبري لا إيه قبريتي ما هو أشد منه خان الرحمة هو مال وأبقى خافه مال وهو قيام الساعة إيه أزام قبري فتت إيه سي قيامات رفوفتا وهو سن قيام الساعة قياما لابتشون والبعث خاف من القبور قبره والحشر والحساب ولكبما في حسابك يا قيامات. ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أمة الإسلام ذلك اليوم قيانس الذي تذهل فيه كل مرضعة أما أرضعت لو سفتوا راقيا دغثت وتضع كل ذات حمل حملها ترماذر قرد قيار ماذر بت وترى الناس سكارا المن ما متشا وتواركت وما هم بسكارا فرشو نسان لغني متشا وننجرت ولكن عذاب الله شديد عذاب ربي جبا كسن ومتشيس يوم تذوب فيه الجبال وتكون كثيبا مهيلا اكتغا فقار الابن وتثير فتكون سرابا ويشيب فيه الولدان جول مخلوق نتذكشون الريق يا بابت وتشخص فيه الأبصار إجنا ما برمتها يوم يدعي إلى شيء نكر ويا حروان جبدو اتياما ما إلمنا ما خش عن أبصارهم يخرجون من الأجهزة قبر الرباف من كأنهم جراد منتشر أكبر لا جات والكيس فجان مهطعين إلى الداع لتدفن خريا مساء تدفن يا أيتها العظام البالية لفيك الجبدوتات فوق عمق اللكس رب سياب لفسر القضاء فردي قلونا خطة جيئة يقول الكافرون هذا يوم العصر كافر يا ربي يا ما جبا يقفون في سعيد واحد لم يجف دي كافر مسلم نوندي دريتك غيزة ولين نابت وتدر منهم الشمس أدور بتارك النمديات حتى تكون قد رميل هنگا ميلي لا هنگا تكا نمرتي قد ديهات أوغي متاحنا الرأس بو دفكا نون متربا تم دجي تنا خيسة بشان سر راقا يبو دجي خيسة قسين إغسي أول ديبيا ويرقون على قدر أعمالهم هنكم دلقا تأتينين دفكت فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبي دفكي سرابو هنكا خوما يخذ وجر ومنهم من يأخذه إلى حقوي هنكا نوكو برما ومنهم من يلجمه الجامع خيلا أفان التيسة جنجل وجر بشان سرابو هناك بد دفات سيقوب وهذا الوقوف للحساب كن رابط حسابات أمة الإسلام فيحاسبون على أعمالهم نمود لقاسات رد حساب موتى فمنهم من يكون حسابه عسيرا خير رجبات وجر حساب نساء ومنهم من يكون حسابه يسيرا ورسل رب نحاقر ورئر اللافت خير اللافت وجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حذر
من أحوال يوم القيامة، وأمر الإنسان بالاستعداد لما أمامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. المان ما ربي سدار قالي ربي ارقما خيسني قدا. يقول الله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى. دلقان المان ما من دين والأبد أي مختلف، فمنهم من يفعل خيرا. المان ما را خير مدلق وجر خنما ولدت التجر الكري قيا، ومنهم من يفعل شرا. المن مرة أنا من أولي الدروجر خشري ملأ هم تلطون تكئس التندو هم تمدلقو ملأ. ويقول النبي الكريم كل الناس يغدو. المن أمان بري صفة تكادون يتوف فبائع نفسه لبو سانبت فمعتق وعيب الدرائس ياتك أو يوبك واتك كانها لاخ. ومعنى أن كل إنسان إما ساء في هلاك نفسه. المن أماخن خد الدفع دلق وجر دلق لبوسا على أختما هج أراك توجر يؤدو ربي إساباس يؤدو إساسين أو في فكاكها قريب موها غنرا يبدخ إساباس وجر. فمن سعى في طاعة الله نمرك علي ربي خالق أغلو ناف خيد الدفع دلق فقد باع نفسه لله. ربي تلبوسا غرغرت بعتقها من عذاب الله عذاب ربي الرئيسي باسودان. كما قال الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لبوس آخر ربي فكل قال ربي خالق أبربادات المنى مرة خناجر. ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان نما شيطان في لبوس آخر قروجر ويهلكها بالعذاب الأليم عذاب الأليس اتخى لبوس آخر. فالإنسان إذا خرج من بيته المنا ما هوغا من سات الرابع وذهب الى المساجد صلح المسجد وقاد من اداء الصلاه صلاه ربي قيسوناف فقد باع نفسه لله. ربي خالق لبوسا غرغر. واذا ذهب الى عمله الوظيفي دلقا ساد دلقا تشوف وقاد وضيعه يوحادي يسوسات او ياخذ الرشوه يوحاد قبو حفره تات قبو مطارات دجي ربي بلنسد حق أمتاتا أقامسد من مرتي لالي من أماري لالي بوليسي لالي نمني بك ديمد رشوة قبو ملالي سيج أمت الإسلام وأنت كرم أفدلقون هنجر أمانا قدر ربين الرخاي موتم مانتونيز الرخيس نمني تنديسي وأن ظلمي ملالي فرالك ساجر أمت الإسلام. فقد باع نفسه للشيطان خيو من سات الرابه قبو فرته رشوة خفرته تات خن شيطان فلبو ساخل. وإذا ذهب يوني افتخي بهدي من ماسيس خرد دلقاسا فصدق ويدبت في تعامله دلقاسا خيست ونتن ركو كراك أبديو خنجو تات مع الناس المنمات وجين ركنا خنك أبد بقاقا خنك أبد مخينا تات ركو كنا كيس جرجيو خدبت رقادبت تات. وتجنب الغش والخداع نما قنو نما خنر وخفقات تات ربار وفقات فقد باع نفسه لله لبوس ربي علامات برقر. وإذا غش في البيع يو نما قنه وتطفف الميزان ميزان يو خير رسوتات بربري حوان كيست تخان نقات تقورا لوزي خيست تنقار نقام بيات تقورا دايما خيسة سكرة قورا ميزانة خيسة توال إرى إرس نيجر وتطفف الميزان يوم ميزان إرس وكذب يوخ خيب تات على واندلق خنرت وتعامل بالربا فقد باع نفسه للشيطان شيطان فلبوسا قرقره. وإذا دعا إلى الصلاة وإذا دعيه قاياما إلى الصلاة خر صلاة فبادر بالإجابة لبيك جيو صلاة اللفاخي ولب الدعوة يا من سسنجلا يا أوات فقد باع نفسه لله ربي ساتف لبو قرقر. وإذا لم يجب داعي يوحنا أوات شوبات ولم يحضر لأداء الصلاة
صلاة أفوه وخنباتتات يا من سجل يودد وآثار الشهوة فريل بوسى جل يود من نفسه على طاعة ربي قال ربي سادد فبقي على فراش نومي هريب الرتي وخافتات أو على اللحوي تقصات الرد برجع سات الرد وسوازان لقو فقد باع نفسه للشيطان شيطان فلبو ساغرغره عباد الله واكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وقد أمركم بذلك في محكم كتاب قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك العليا إلى يوم الدين اللهم أعذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وذكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما